أهلا بكم. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان أمس الخميس. وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية إن بلاده لن تتعامل مع تلك الحادثة باستخفاف. وحذر أيضا ترامب طهران من إغلاق مضيق هرمز قائلا إنه إذا جرى إغلاق المضيق فإن ذلك لن يستمر طويلا. معنا من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية، وأيضا ينضم إلينا من طهران مراسلنا حازم كلاس. وأبدأ معك ريما. ريما، هل توفرت مؤشرات على موقف واشنطن المرتقب عمليا بعد توجيه اتهامات صريحة إلى إيران؟ يعني الرئيس الأمريكي بدأ وكأنه متناقض في موقفه فيما يتعلق بإيران، على الأقل هذا ما قرأه محللون من تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة. الرئيس الأمريكي يوجه الاتهام الصريح إلى إيران، ولكنه اليوم في هذه المقابلة التي بثت يقول أنه مستعد أو يريد إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. هذا مخالف ويتناقض مع التغريدة التي غرد بها الرئيس الأمريكي البارحة، والتي قال فيها إنه لا طهران ولا واشنطن مستعدتان للحوار، مستعدتان للتفاوض. إذن موقف متناقض من قبل الإدارة الأمريكية، وربما إن دل على شيء يدل على هذا الانقسام الكبير داخل الإدارة الأمريكية لجهة التعامل لكن مع إيران. الولايات من جهة هناك صقور الحرب الذين يدعمون الآن عرضت أدلة، هذه الأدلة بكل تأكيد وجهت بتشكيك روسي، وأيضا ألمانيا قللت من أهميتها في واشنطن. كيف ينظر إلى قيمتها وأيضا إلى مكانتها في تطور الموقف من إيران حاليا؟ يعني يمكن أن نقول أنها قوبلت بتشكيك كبير من قبل كثيرين في الولايات المتحدة، لا لسبب إلا بسبب الحرب، حرب العراق، الذين أتوا على ذكر التفاصيل والأدلة التي أوردتها الإدارة الأمريكية للذهاب إلى حرب العراق. يقولون الآن مثل هذه الأدلة غير كافية، مثل هذه الأدلة غير مقنعة لأن تذهب الولايات المتحدة إلى حرب جديدة مع إيران. الرئيس الأمريكي تحدث عن اتهام صريح لطهران، ولكنه لم يتحدث عن إجراءات يريد من الإدارة الأمريكية أو يريد من المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة اتخاذها، بل حتى لم يتحدث عن لا تعزيز للتواجد العسكري ولا خطوات مقبلة ولا تهديدات مباشرة. ومرة أخرى يقول المراقبون في الولايات المتحدة قد تقوم الولايات المتحدة بعمل محسوب، بعمل بسيط، فقط لإظهار القوة وفقط لإنذار إيران وتوجيه إنذار لها وليس أكثر من ذلك. واشنطن الآن غير مستعدة للدخول في مواجهة أكبر من ذلك مع طهران. بطبيعة الحال كل ذلك قد يطلبه الرئيس الأمريكي بسبب تقلباته وبسبب مواقفه المتغيرة بشكل كبير. مرة أخرى البارحة تغريدة يقول فيها أن واشنطن وطهران ليستا مستعدتين لأي حوار، واليوم يقول أنه يريد من طهران العودة إلى طاولة المفاوضات. يعني حزم، كما سمعت أمريكا تتهم وتقدم أدلة، ألمانيا تشكك، روسيا وأيضا الصين تنحزان تقريبا إلى جانب إيران، بأية روح تتلقى إيران رسميا وشعبيا هذه المواقف المتباينة؟ يعني إيران ترى على المستوى الرسمي كما على المستوى الشعبي أن ترامب يغرد وحيدا. الإدارة الأمريكية يعني تحاول جاهدة أن تحقق إجماع دولي ما ضد إيران، لكن عمليا يعني كما يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني لا يوجد سوى إسرائيل ودولة أو دولتان في بين دول المنطقة من يدعم الإدارة الأمريكية في توجهاتها ضد إيران. اللافت أن يعني كما ذكرت ريما الدبلوماسيون الإيرانيون أيضا تقاطعوا مع ما ذكرته فيما يتعلق بالادعاءات الأمريكية السابقة، ما يتعلق بحرب العراق، ما يتعلق بحرب فيتنام، وذكروا بالكثير من هذه الأمثلة. حتى أكثر من ذلك، إن كان الحديث حتى عن أطراف أخرى ربما غير الإدارة الأمريكية ممن يحاول افتعال أزمة ما أو توتير الأجواء أكثر من
مما هي متوترة حقيقة في المنطقة تجاه إيران. فقد تم الإشارة إلى بعض الأمثلة عندما كان الرئيس حسن روحاني قبل سنوات يريد زيارة أو القيام بأول جولة له في أوروبا، تم الحديث عن توجيه التهم لإيران بحادث إرهابي في فرنسا، عندما أرادت أوروبا أو تحدثت عن آلية التبادل المالية تم الحديث أيضا عن اتهامات وجهت إلى إيران بتنفيذ أو تخطيط عملية اغتيال في الدنمارك. يعني أمثلة كثيرة يتناقلها هنا الدبلوماسيون الإيرانيون، والكواليس تتحدث عن أمثلة كثيرة في هذا الصدد، وأن كل أصابع الاتهام رسميا من قبل إيران توجه إلى من يصفهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالفريق باء، وهم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد في الإمارات. أليس هناك مخاوف أو دعني أقول تحسب من الشارع الإيراني بأن يقدم ترامب على توجيه ضربة عسكرية إلى إيران؟ يعني إن كنا نتحدث عن الشارع الإيراني، الشارع الإيراني لديه ثقة كبيرة بإمكانات بلاده، لا أتحدث عن النظام وإنما أتحدث عن ثقة الإيرانيين بأنفسهم ربما من خلال معرفتنا بهم يعني وتواجدنا وتغطياتنا هنا. الإيرانيون يشعرون أن ما من أحد قادر على توجيه ضربة عسكرية لهم، إضافة إلى ذلك النظام الإيراني عنده ثقة كبيرة أيضا بإمكاناته العسكرية التي يصفها بالردعية، وهو يقرأ يعني بدقة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين. بكل الأحوال كل هذه التطورات في المواقف السياسية والتطورات التي تلت ربما حادثة بحر عمان رصدتها في هذا التقرير. حوادث تتوالى أو رسائل تتبادل بين حادثتي الفجيرة وبحر عمان نحو شهر، وبينهما وساطات ومساع إقليمية ودولية على خط طهران واشنطن ومزيد من العقوبات والضغوط الأمريكية على إيران. هو لعب بالنار يتهم فيه كل طرف الطرف الآخر. بالأبيض والأسود كشفت واشنطن عما اعتبرته دليلها الأهم ضد إيران، دليل لم يجمع عليه سياسيا لا داخل أمريكا ولا على المستوى الدولي. أما عمليا فمقارنات مفصلة بين الرواية الأمريكية وأخرى تدحضها ذكرها مدير الشركة المالكة لناقلة النفط. رسميا يرى وزير الخارجية الإيراني في الحادثة انتقالا للخطة باء من الفريق باء كما يسميه لضرب الجهود الدبلوماسية والتعتيم على ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي الأمريكي. مؤخرا تحدث بومبيو وقال إنه عندما كان مديرا للCIA كانوا يكذبون ويتلونون، وهذا دليل بأنه لا قيمة لسلوكهم ولا يمكن الثقة بهم، كما أنه حسب وول ستريت جورنال فإن CIA أسست مؤخرا وحدة خاصة للعمليات السرية ضد إيران. ناقلة النفط الأولى الحاملة لعلم بنما استأنفت طريقها بطاقمها المكون من 21 بحارا، لكن عائدة إلى ميناء خورفكان في الإمارات، وريثما تستكمل عمليات تبريد وتأمين الناقلة فرونت ألتاير وتقيم أضرارها، ينتظر 23 بحارا أفراد طاقمها في ميناء جاسك جنوب محافظة هرمزجان الإيرانية، فرصة مكنت إيران من سماع الرواية ممن عاشها. نرى استعجال من جانب الأمريكي لحشر إيران في زاوية ويضعها أمام أمر واقع، وهذا ما ترفضه إيران، وأعتقد الكثير من القوى الدولية رفضت ذلك. إذن المنطق مع إيران لأنه الحادث بضرر إيران كان. رسالتان في يوم واحد، الأولى عبر البحر والثانية عبر طوكيو. إيران وأمريكا فهمتا رسالة حادثة ناقلتي النفط في بحر عمان وقالتا لن ننجر للحرب. أما الرسالة السياسية فأودعتها إيران في بريد اليابان موجهة إلى أمريكا، لن نتفاوض مع إدارة الرئيس ترامب. حازم كلاس، العربي، طهران.
وينضم إلينا من طهران الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والباحث السياسي. دكتور مهدي، واشنطن قدمت ما اعتبرته أدلة على تورط طهران في إحراق ناقلتي نفط في خليج عمان. في المقابل، لماذا لا تقدم إيران ما يفند هذه الرواية الأمريكية؟ شكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي استنكرت وقالت أن هذا الحادث ملفوف بالشبهات، وفي الحقيقة أعربت عن قلقها وأسفها الشديد لوقوع مثل هذه الهجمات التي تستهدف الأمن الملاحي وتعرض في الحقيقة الأمن الإقليمي، ومن بين هذا الأمن الإقليمي الذي هو جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن هل هذا يكفي أمام دليل ملموس ومشاهد؟ يعني لا يمكن القول أن ما عرضه التلفزيون الأمريكي أو المحطات الأمريكية أو ما كشف عنه بأنه فيلم يصور مجموعة من رجال الزورق ينتزعون شيئا ما أو يحاولون الاقتراب من السفينة الحربية، وزعم الجانب الأمريكي أنهم ينتزعون لغما بحريا ويتهمون إيران بذلك. هذا ليس دليل، يعني هذا يخضع للفبركة الإعلامية وفبركة الأفلام التي يعني في الحقيقة التكنولوجيا الأمريكية قادرة على مثل هذه الفبركات. هذه ليست مسألة صعبة. على الجانب الأمريكي أن يحدد كيف ضربت أو كيف استهدفت هاتين الناقلتين وبأي شيء، ونوع السلاح الذي استهدفهما، والوقت الذي حدث فيه أو الإطلاق أو المقذوف أو الصاروخ أو التوربيد أو أي شيء آخر. بعيداً عن الإنكار أو الاعتراف، لم يقدم الجانب الأمريكي. هناك من يرى أصلاً بأن واشنطن وطهران تعرفان من نفذ العملية، ولكنهما تتوافقان ضمناً ربما على أن هذا فصل من فصول صراع الإرادات بين الجانبين، ولن يودي بالنهاية إلى أي حرب. إلى أي حد تتفق مع هذا الكلام؟ نعم، في الحقيقة ربما الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندها بعض المعلومات حول من يزعزع الأمن في منطقة، يعني في جنوب إيران أو قرب السواحل الجنوبية. تعرف أن هناك بعض الأطراف التي تستغل هذا التوتر والاضطراب الموجود وتحاول زرع فتيل تأجيج الأزمة. ولماذا لا تقدم أدلتها بذلك كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ هناك يعني حادث وقع، وفي المقابل هناك ادعاء بأن طرفا ما أو الجمهورية الإسلامية هي المتهمة، فالذي يعني يدعي أو الشخص الذي يتهم هو المفروض أن يقدم الدليل، وليس الشخص أو الجانب الذي ينكر وقوع مثل هذا الحادث. يعني هذا ليس منطقي أن الجانب الذي ينكر وقوع أو ينكر مسؤوليته عن وقوع هذا الحادث أن يقدم دليلا، إنما يطالب الجهة الأخرى أو الجهة التي تتهمه بتقديم أدلة منطقية، ولحد الآن لم تقدم الولايات المتحدة دليلا عقلانيا منطقيا مقبولا، إنما قدمت فيلم. هذا الفيلم أسود وأبيض وبعيد وغير واضح ويخضع إلى الفبركات، ولا يبدو أنه يعني على كل حال يقدم استنتاجا جيدا أو عقلائيا حول هذا العمل. طبعا الولايات المتحدة لم تقدم دليلا على وقوع الانفجار، إنما قدمت دليلا على مجموعة من الأشخاص يقتربون من السفينة وينتزعون. دكتور مهدي، دعني أبتعد قليلا الآن عن موضوع الأدلة وأسألك عن قول ترامب. قال إن مضيق هرمز إن أغلق لن يغلق لفترة طويلة. على أي نحو تفهم طهران هذا الكلام؟
بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي تعتبر إغلاق مضيق هرمز الحل الأخير، يعني لا تقدم عمليات الإغلاق في البداية، وإنما تعتبر أنه إذا شنت كل الأطراف يعني المقابلة أو الجهة المقابلة وعلى رأسها الولايات المتحدة عدوانا على الجمهورية الإسلامية واستهدفت أمنها الإقليمي، فعند ذلك تخطط الجمهورية الإسلامية لإغلاق مضيق هرمز حفاظا على أمنها القومي وحفاظا على أمنها الإقليمي. هي لا تقدم هذا الشيء. طبعا تصريحات ترامب تدخل في إطار التهريجات والزبرجة الإعلامية والبهرجة وإثارة الأجواء ضد إيران، كما يقول أن إيران عليها أن لا تصنع أسلحة نووية. هي إيران عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهناك اتفاقية هو خرج منها وانسحب منها، يقول أنه إيران لا ينبغي أن تصنع أسلحة ذرية. يعني هذا كلام يدخل في إطار إثارة الأجواء والإثارات الإعلامية والحملات الدعائية ضد الجمهورية الإسلامية. وليس الكاتب والأكاديمي والباحث السياسي من طهران، وعذرا للمقاطعة.